السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنشوف ازاي نحل كوشي اويلر ديفرنشال ايكويشن. طبعا احنا اتفقنا بكده عشان نحل كوشي اويلر ديفرنشال ايكويشن بنحاول نحول الايكويشن بتاعتنا من variable coefficient ل constant coefficient. ازاي بنعمل الحركة دي؟ تعال نشوف الاكزامبل ده ازاي بنعملها. لو شفنا كده number i بيقول لك x square y double dash minus 2x y dash minus 4 y equal to 0. طيب في البداية عشان نحل دايما الكوشي اويلر لازم الاول نتأكد ان هي شبه الكوشي اويلر. ازاي بنعرف القصة دي؟ ان بيكون عندي الباور بتاع ال x هو نفسه ماشي مع ال derivative بتاع ال y، يعني y double dash جنبها x square، لو y triple dash يبقى جنبها x cube، لو y dash يبقى جنبها x، ولو واي معلهاش داش يبقى مفيش اكس جنبها. فبالتالي لو بصيت على الايكويشن نمبر 1 هتلاقي كل الترمات اللي فيها بتحقق شروط الكوشي اويلر، فبالتالي الايكويشن دي كوشي اويلر. لو ترم واحد بس مش مظبوط على هذه القاعده يبقى بالتالي نوت كوشي ايه اويلر. طيب الحمد لله هي المساله بتاعت كوشي اويلر. ازاي بنحلها؟ بنفرض بنيجي نقول له ليت اكس ايكوال اي باور تي، ده المفتاح السحري عشان نحل كوشي اويلر. منها يبقى نقدر نقول ان تي ايكوال لين اكس، ومنها بقى نقدر نقول حاجتين مهمين جدا. ايه بقى؟ ان x سكوير y دبل داش هتبقى هي نفسها y دبل دوت ماينس y دوت. تمام، الفرق ما بين ال y دبل دوت، الفرق ما بين ال y دبل دوت وال y دبل داش ان ال y دبل داش دي سكند ديريفيتيف لل y بالنسبه لل x، اما ال y دبل دوت هي السكند ديريفيتيف للواي بالنسبه للتي. يبقى انت كده كانك حولت المساله من اكس لتي. نفس القصه هتبقى اكس واي داش هتتكتب واي دوت. يبقى بالتالي سيادتك لو رجعت للايكويشن هتكتب ايه دلوقتي؟ لو عوضنا كده في ستار، ادي ستار، لو عوضنا في ستار يبقى اقدر اقول له ان اكس سكوير واي دبل داش هنكتبها واي دبل دوت ماينس واي دوت، بعد كده ماينس 2 اكس واي داش هتبقى ماينس 2 واي دوت ماشي minus 4y equal to 0. تمام، لو جمعت الحاجات المتشابهة هيطلع لي y double dot minus 3y dot minus 4y equal to 0. واللي احنا شايفينه ده يعتبر ايه؟ second order differential equation with constant coefficients، بس بدل ما هي function في ال x بقت function في ايه؟ في t. اعتقد ان احنا نقدر نحلها، واعتقد الحل بتاعها مش محتاج y c y b، محتاج y c بس. فبالتالي هنيجي نقول السوليوشن، واحنا بنجيب السوليوشن نروح نجيب الكاركترستيك ايكويشن بتاعتها اللي هي تبقى m سكوير ماينس 3m ماينس 4 ايكوال 0. هنحلها فتطلع m 1 ايكوال 4 وتطلع m 2 ايكوال نيجاتيف 1. كده انا جبت السوليوشنز. يبقى دلوقتي اقدر اقول له اذا ال y ايكوال c 1 e باور 4t، اوعى تنسى ان احنا بقينا فانكشن في t، بلس c2 e باور نيجاتيف t اللي هي m2 بنيجاتيف 1. وبالتالي بقدر اقول له دلوقتي ان ال y equal c1، طبعا هنقدر نشيل e باور t ونحطها ب x، فبالتالي دي هتبقى x باور 4 عشان e باور 4t، وال e باور 4t اهي على جنب e باور 4t اكنها e باور t الكل باور 4، فبالتالي اكنها بقت x باور 4. تمام، بلس c2 e باور نيجاتيف t اكنها x باور نيجاتيف 1. وكده بقى انا جبت ايه؟ السوليوشن اللي هو عايزه بالنسبه لنمبر i. نفس القصه لو حلينا كده دبل i، دبل i بيقول لك، لو حلينا كده دبل i بيقول لك x cube y triple dash plus 5x square y double dash plus 7x y dash plus 8y equal 0. طبعا سيادتك برضو دي حققت شروط الكوشي اويلر. كل اللي هنعمله برضو هنعمل نفس القصة، هنيجي نقول له let x equal e power t، فبالتالي تبقى t equal ln x. فبالتالي يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات المرة دي بقى مش حاجتين، هيبقى عندي x cube y triple dash هيكتب ازاي؟ بيكتب y triple dot minus 3y double dot plus 2y dot. دي طريقة كتابة
الاكس كيوب واي تريبل داش في حاله كوشي اويلر. اكس سكوير واي دبل داش هتتكتب واي دبل دوت ماينس واي دوت، واكس واي داش بتتكتب واي دوت. تمام كده، هناخد الحاجات دي ونعوض ايه كوبي وبيست في الديفرنشال ايكويشن، فيبقى عندي ايه، هيبقى عندي اكس كيوب واي تريبل داش هنشيلها ونحط مكانها واي تريبل دوت ماينس 3 واي دبل دوت بلس 2 واي دوت. تمام، بعد كده 5 اكس سكوير واي دبل داش هتبقى بلس 5 واي دبل دوت ماينس 5 واي دوت، بعد كده بلس 7 اكس واي داش، طبعا اكس واي داش اللي هي واي دوت، يبقى بلس 7 واي دوت. تمام، بعد كده بلس 8 واي اللي هي تبقى بلس 8 واي equal to a to 0. تمام كده، يبقى احنا حولنا الايكويشن من variable coefficient ل constant coefficient. نبدأ بقى ايه نحلها. لو عايزين نحلها الاول بس هنجمع الحاجات المتشابهة مع بعض، هيبقى عندي y triple dot minus 3 y double dot مع plus 5 y double dot يبقى plus 2 y double dot، بعد كده 2 y dot مع negative 5 y dot مع 7 y dot هتبقى plus 4 y dot. تمام، بعد كده بلس 8y equal to a to 0. طبعا الايكويشن دي هتبقى constant coefficient third order، وطبعا كفانكشن في t مش فانكشن في x، فبالتالي ممكن نحلها بالcharacteristic equation اللي هي هتبقى ايه، هتبقى m cube plus 2m square plus 4m plus 8 equal 0. طبعا سهل جدا نحل الايكويشن دي، ممكن نحلها بالكالكوليتر. تمام، فيطلع لي هيطلع لي m1 equal، فيطلع لي m2 equal، ويطلع لي m3 equal. طبعا لو حليناها كده مع بعض هيطلع m1 هتبقى m1 equal negative 2. تمام، وهيطلع M2 بنيجاتيف 2i، و M3 هتبقى ب2i. كده احنا حليناها مع بعض. تمام كده، يبقى بالتالي اقدر اقول له ان ال y equal هتبقى C1 e power negative 2t. ما تنساش ان احنا بنعمل function في t. تاني solution وتالت solution بقى، تاني وتالت سوليوشن دول كومبلكس، ففي الحالة دي بنعمل ايه؟ بنعمل كوزين وساين. هنقول نقول له بلس سي 2 كوزين، كوزين ايه بقى؟ 2 تي اللي هي ال 2 دي اللي هي جنب الاي، بلس سي 3 ساين، ساين 2 تي. في الاخر بقى هنشيل كل تي ونحط ايه؟ هنشيل كل تي ونحط لان اكس، ونشيل كل اي باور تي ونحط اكس، فيبقى عندي سوليوشن سي 1 e power negative 2t اللي هي x power negative 2 plus c2 cosine، هشيل ال t واحط ln x يبقى 2 ln x plus c3 sin، هشيل ال t واحط ln x يبقى 2 ln x. وكده يبقى انا جبت solution دي الكوشي اويلر اللي هو كان مديها لي.